دلوقتي هنروح لمنة عشان تطمنا أكتر على حالة الطقس النهاردة ودرجات الحرارة المتوقعة النهاردة. اتفضلي منى. شكرا لك شاذلي، أهلا بكل مشاهدينا من جديد. هيئة الأرصاد بتتوقع أن النهاردة الطقس يكون حر بالنهار على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وشمال الصعيد، والجو يكون معتدل على السواحل الشمالية وشديد الحرارة على جنوب الصعيد، وهيكون لطيف بالليل على القاهرة الكبرى وعلى الوجه البحري. خلينا نعرف تفاصيل أكتر من الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية. صباح الخير عليك يا دكتورة، أهلا وسهلا بيك. صباح الخير على حضرتك أستاذة منى، وصباح الخير على كل السادة المشاهدين، أهلا بك يا فندم. دكتورة منار، في تحسن نسبي في الأحوال الجوية، نقدر نقول معدل انخفاض درجة الحرارة بقى قد إيه؟ بالفعل احنا اليوم بنشهد انخفاض طفيف في درجات الحرارة بحوالي درجتين عن الأمس. الأمس سجلنا عظمى على القاهرة الكبرى 33 درجة مئوية، اليوم متوقع العظمى على القاهرة الكبرى تكون ما بين 31 وال 32 درجة مئوية، يعني الأجواء خلال فترة النهار تبقى أجواء حرة على القاهرة الكبرى، محافظات الوجه البحري، محافظات شمال الصعيد، وأيضا محافظات جنوب سيناء. معتدلة الحرارة على محافظات السواحل الشمالية، يمكن كمان محافظات السواحل الشمالية انخفضت عن الأمس بحوالي 6-7 درجات، لأن بالأمس سجلت 30 درجة على الأسكندرية، اليوم متوقع تكون بين 23 وال 24 درجة مئوية، يعني أجواء معتدلة خلال فترة النهار. أيضا الأجواء هتكون شديدة الحرارة على جنوب الصعيد، ده طبعا مع سطوع أشعة الشمس خلال فترة النهار. نعم. خلال فترات الليل ومع غياب أشعة الشمس درجات الحرارة هتنخفض بشكل كبير، وهيبقى في فرق بين العظمى والصغرى هيوصل لأكثر من 10 درجات. الأجواء هتكون لطيفة خلال ساعات الليل على أغلب المناطق الشمالية من البلاد، تكون مائلة للبرودة على السواحل الشمالية، يمكن درجات الحرارة في السواحل الشمالية تنخفض والطقس هيحس بنسمة برودة خلال ساعات الليل، بالإضافة أنها تكون معتدلة على محافظات جنوب البلاد، ده طبعا زي ما بنقول خلال فترات الليل. كمان في نشاط للرياح، سرعات الرياح هتكون ما بين ال 30 وال 40 كيلو متر في الساعه، نشاط الرياح ده يمكن بدا من الان وهيستمر معنا على مدار اليوم، ده هيزود احساسنا بالاجواء الربيعيه وانخفاض درجات الحراره، وقد يكون مثير لبعض الرمال والاتربه في بعض المناطق من وسط سيناء وشمال الصعيد، بس بصفه عامه الاجواء مستقره، اجواء ربيعيه، نقدر طبعا نستمتع بالاجازه الاعياد باذن الله. دكتوره منار، امتى نقول ان يعني خلاص الصيف جه تماما وان الموجه الحاره مش هتبقى موجه وان ده هيبقى اسلوب بقى لفتره، يعني هنقعد بيه فتره طويله طول الصيف؟ لا، هو احنا لسه دلوقتي في فصل الربيع، ودايما الربيع معروف بتقلباته الجويه الحاده والسريعه، معروف بالموجات ارتفاع درجات الحراره الشديد، لكن ثبوت درجات الحراره نحو الارتفاع والاجواء الصيفيه ده ان شاء الله هتبقى في شهر 6 مع بدايه فصل الصيف باذن الله. ان شاء الله. طيب دكتوره منار، يعني تناثر الاتربه ده مستمر معانا لفتره برضو؟ طبعا استمرار يعني الظواهر الجويه او الاتربه اللي دايما بتبقى موجوده معانا مع الرياح الجنوبيه الغربيه ده مستمر معانا على مدار النص الثاني من فصل الربيع، يمكن احنا بدانا النص الثاني من فصل الربيع، ودايما الربيع بيبقى فيه نشاط لرياح مثير للرمال والاتربه مستمر معانا. يمكن اليوم الاتربه والرمال المثيره هتنحصر فقط على شمال الصعيد بعض المناطق من سيناء، لكن وارد جدا يحصل اتربه ورمال مثاره ويحصل منخفض خمسيني مره اخرى يكون معاه اتربه ورمال المثارة على أغلب مناطق الجمهورية. دكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، شكرا جزيلا لحضرتك. دلوقتي مشاهدينا خلينا نستعرض مع بعض بيان بدرجات الحرارة المتوقعة النهاردة، ونبتدي بالقاهرة اللي العظمى فيها 32 والصغرى 19، الإسكندرية 24-17، مطروح 24-17، سيوة 28-18، بورسعيد 28-18، دمياط 28-18، الإسماعيلية 33-18، والسويس 33-19. العريش العظمى فيها 30 والصغرى 19، طابة 32-19، كاترين 29-14، شرم الشيخ 32-24، والغردقة 23، الفيوم 33-20، بني سويف 33-20، والمنيا 34-20.
لو بصينا على الصعيد هنلاقي فعلا ارتفاع في درجات الحرارة، أسيوط 34-21، سوهاج 35-22، قنا 38-23، الأقصر 41 درجة 23، أسوان 43-24، شلاتين 36-20، أما حلايب العظمى فيها 33 والصغرى 21. وبكده نكون استعرضنا مع حضراتكم بيان مبدئي بدرجات الحرارة اللي موجودة معانا النهارده. نروح لجمانة ونروح لشاذلي نكمل معاهم كلامنا. اتفضل يا شاذلي. اتفضل يا جمانة. شكرا ليك يا منى. شكرا.